السلام عليكم، اهلا وسهلا يا شباب، ورجعنا لكم مره ثانيه هنا في قناه فنساوي. انا طه الشاب. هنتكلم ان شاء الله في السلسله الثانيه، هي مجموعه الفيديوهات عن كمال الاجسام، بس هو كمال الاجسام بصيغه ثانيه خالص، مش موجوده على اي محتوى على اليوتيوب لا باللغه العربيه ولا باللغه الانجليزيه، واتحداكم ان شاء الله هتشوفوا الموضوع ده. طيب السلسله دي مبنيه على ايه؟ مبنيه على الفرق ما بين المنشطات والهرمونات والمكملات، وايه علاقتهم بالادويه، وايه علاقتهم بالادويه وبالصحه عموما، تمام؟ طيب هدفي ايه من السلسله دي؟ هدفي ثلاث حاجات يا شباب. اول حاجه تحذير الشباب الصغير. يا شباب الله يبارككم، خلي بالكم خلي بالكم، اللي بيطلع بسكس باك واللي بيطلع بسيجرت لايك سكين ويقول لك انا طبيعي، نو واي يا شباب. يعني 98% من الحالات ان هو يكون نيتشرال، ده مش نيتشرال، ده مش طبيعي، ده بيضرب ستريدز، بياخد سواء ستريدز انجكشن او تابلت. فخلي بالكم من الحته، تحذير يا شباب، خلي بالكم من النشاط والهرمونات على المدى البعيد، لها تأثير على الصحة لا تتخيلوها، أتكلم فيه بالتفصيل. تاني سبب التوعية. في شباب خلاص هو أنا عايز أدخل بطولة، عايز أبقى بطل أولمبياد، عايز أدخل في أرنولد كلاسيك، خلاص أنا عارف إن دي ليها مشاكل، ولكن أنا مصمم إن أنا هدخل في السكة دي، تمام؟ فانا احب ان انا اوعيه بالمشاكل والمخاطر، واحاول ان انا اقلل على قدر الامكان من الاثار الجانبيه للاسترويدز او الحاجات اللي هو بياخدها. فده تاني سبب. تالت سبب، للاسف في ناس وقعت في المشكله دي من فتره، 5 سنين 10 سنين 20 سنه، كان بياخد وهو شاب صغير حاجات زي كده، وما كانش عارف وما كانش في توعيه اصلا على يوتيوب مثلا او على اي حاجه تانية باللغه العربيه عن المخاطر والمشاكل اللي بتعملها الحاجات دي، تمام؟ واثرت عليه حاليا مشاكل نفسيه، مشاكل في الجهاز الهضمي، مشاكل في الانجاب والخلفه. فحاول ان انا اساعده قدر الامكان بحلول علميه عمليه، وهسيب لكم اللينك برضو في كل فيديو تحت الفيديو. فده عموما كده السلسله دي، وان شاء الله السلسله دي هسميها بادي بيلدولوجي. بادي بيلدولوجي اللي هو العلم المتخصص بالبادي بيلدينج، هو مسمى انا مبتكره كده، لكن يعني هو ده اللي ان شاء الله اللي هتلاقوه في البلاي ليست في القناه هنا على قناه الفاوي. والنهارده هكلمكم عن حاجه ناس كتير مش مدركه الحاجه دي، او الفرق ما بين ده وده وده، اللي هو الفرق ما بين المنشطات والهرمونات والمكملات، كمعلومه للابهات للامهات لناس كتير بتيجي تسالني، طب ابني عايز ياخد واي بروتين، طب ده كويس ولا وحش، طب عايز ياخد بي سي دبل اي وكويس ولا وحش. فانا هفهمكم بس الفكره عامه فين. اول حاجه المنشطات. المنشطات دي هي عباره عن مواد كيميائيه تزود النشاط والحيويه والحركه، خلاص يبقى دي المنشطات دي المقصود بيها، ودي المنشطات اللي بيعملوا عنها كشف اللي هو بيعملوا عنها تحليل في الكشف عن المنشطات في المسابقات الدوليه زي الاولمبيات ولاعبين كره القدم وكده، تمام؟ المنشطات دي تنقسم لنوعين، منشطات مشتقه من هرمون الذكوره زي مثلا البولدينون، زي الديانابول، زي الديكا، زي التريمبلون، زي الانافار، زي البروفيرون، زي الونسترول، زي الحاجات دي كلها، يبقى دي عباره عن منشطات مشتقه من هرمون الذكوره اللي هو التستوستيرون، تمام؟ تاني حاجه منشطات غير هرمونيه ولكن بتاثر على الجهاز العصبي، وبيعملوا لها كمان في تحليل كشف على المنشطات، لو طلع ان هي ايجابيه اللعيب ده بيتحرم من الميداليه او 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 بيحصل زي ما حصل قبل كده مع لاعبين كتير. طيب ايه الحاجات المنشطات اللي بتاثر على الجهاز العصبي ومش مشتقه من الهرمون الذكوره؟ في منهم حاجه اسمها الالوبيترول، في حاجه منهم اسمها السيماترول، في حاجه اسمها الكلين باترول، في حاجه اسمها دي ان بي، في حاجه اسمها افيدرين، في حاجه اسمها ايهم بي. يبقى دول كلهم منشطات بيظهروا ايجابي في تحليل الكشف عن المنشطات. طيب ايه بقى الاختلاف ما بين المنشطات دي ما بين المنشطات الجنسيه؟ يقول لك ده بياخد منشط جنسي، ده بياخد مقوي جنسي. المنشطات الجنسيه يا شباب او المقويات الجنسيه دي عباره عن حاجه تنتهي بكلمة فيل، عارفين الفيلم الفيل الأزرق؟ هو ده. بمعنى إيه؟ أبسطها لكم. دي تطلق كلمة عامة عندنا في مصر أو هنا في السعودية عن على المنتجات
اللي بتقوي الانتصاب والصلابه اثناء العلاقه الزوجيه، اللي هم ثلاث مواد فعاله: سيلدينافيل دي اول حاجه اللي هي الفياجرا وبتيجي تركيز 50 و100، بعدين تدلافيل اللي هي السيالس، انا بتكلم على البراندات يعني تمام، وبتيجي بتركيزين 25، وفي بعدين حاجه اسمها فيردينافيل اللي هي الليفيترو وبتيجي بتركيزات 10 و20، وحاليا كمان في مصر فيردينافيل 5 تمام. فدي اللي هي المنشطات الجنسيه اللي هو حاجه بتستخدم قبل العلاقه الزوجيه بساعه او بساعتين تقوي الانتصاب وتقوي العلاقه الزوجيه تمام. يبقى هل دي تظهر في كشف المنشطات؟ يعني كشف انا لاعب كره قدم مثلا واخدت حاجه زي كده ومعي اختبار كشف على المنشطات، تظهر لا تظهر؟ دي ملهاش علاقه، يبقى دي ملهاش علاقه بالمنشطات الثانيه. اتمنى ان تكون حته المنشطات كده والاختلاف ما بين المنشطات المشتقه من التستوستيرون والمنشطات اللي مش مشتقه من التستوستيرون بتاثر على الجهاز العصبي، والاختلاف ما بين المنشطات الجنسيه تكون وصلت المعلومه عندكم. بعدين المكملات، المكملات هي عباره عن فيتامينات او احماض امينيه او معادن او بروتينات او اعشاب طبيعيه تمام، بتستخدم عشان انا مش فاضي اكل، انا عايز كميه مصل ماس عضل زياده، كميه انا اكلي ضعيف. فدي يا شباب ما فيش اي مشكله خالص، لو شخص سليم صحي ما فيش اي مشكله ان شخص يمشي عليها او يستخدمها يوميا. امثالها كتير زي الواي بروتين، زي الامينو، زي الكرياتين، زي الجلوتامين، زي زيت السمك، زي المالتي فيتامينز العاديه من اي نوع تاني. اتمنى ان حته البادي بلدولوجي او الفرق ما بين المنشطات والهرمونات والمكملات والمنشطات الجنسيه والمقويات الجنسيه تكون المعلومه وصلت. منتظرون ان شاء الله في سلسله فيديوهات انا واثق ان هي هتكون مميزه جدا طبعا بدعمكم، ودمتم في امان الله، الى اللقاء.